مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الرابع الإعدادي. وصلنا إلى صفحة 39. سي match the beginnings and endings of the sentences، صل البدايات بالنهايات. إحنا على أي أساس راح نوصل البدايات والنهايات؟ طبعا حسب فهمنا لمعاني الجمل. Number one، he was angry because he had. هو كان عصبي لأن he had waited all day. لأنه انتظر طوال اليوم. Number two, the house smelled good because her mother had. The house, البيت, smelled يعني الرائحة مالته تبدو جيدة لأن أمه had been cooking، لأنها كانت تطبخ. 3. Her father told her to hang up the phone because she had. Her father أباها أخبرها بأن عليها أن تغلق التليفون because she had been talking for an hour، لأنها كانت تتحدث لساعة. 4. He couldn't write because He couldn't هو لم يستطيع write الكتابة لأن he had broken his arm، لأنه كسر his arm ذراعه. إذن أنا ربطت حسب معاني الجمل. انتقلنا إلى D. Read the phrases in the books and look at the pictures. They finish the story. So it's in the same order as the picture. Use your imagination to add more details. Read the phrases بمعنى اقرأ العبارات الموجودة هنا بالبوكس بالحقل، وانظر إلى الصور. طبعا الصور انتو عندكم موجودة بكتابكم. ثم أكمل story القصة، يعني حسب الصور راح أكتب القصة. طبعا اكيد راح تكون القصه same order، يعني بنفس الترتيب. يقول استخدم مخيلتك حتى تضيف تفاصيل. زين، راح ابدا اقرا واترجم. اكيد انا استخدمت العبارات الموجوده هنا بالبوكس. last night، الليله الماضيه، احمد stayed up late. احمد بقى late متاخرا. stayed up يعني سهران. he was playing a video game، كان يلعب video game يعني مباراة فيديو. suddenly فجأة he realized it was 1 o'clock، أدرك أنها الساعة الواحدة. 1 o'clock يعني الساعة بالوحدة. the next day اليوم next يعني التالي أو القادم. he went to the school، ذهب إلى المدرسة. and he had an exam، وكان عنده امتحان. When the teacher arrived، عندما وصلت المدرسة أو المدرس، he gave the students the test paper، أعطى الطلاب ورقة الامتحان. أحمد was very tired، أحمد كان جدا متعب. so he fell asleep، لذلك هو استغرق في النوم. while he was sleeping، عندما كان نائم، he had a dream، حلم that he was playing football، بأنه يلعب كرة القدم. suddenly فجأة the teacher shouted أحمد، المدرس صرخ أحمد are you sleeping، هل أنت نائم. he woke up، استيقظ. من هو أحمد؟ and he couldn't answer any question، وهو لم يستطيع أن يجيب على أي سؤال. إذن هذا كان الستوري، القصة اللي هو رايدها من عندي. ننتقل إلى صفحة 40، page 40. E. match the words to make phrases. match بمعنى صل الكلمات حتى تسوي عبارات أو جمل. then match each phrase with its definition. ثم صل العبارات مع تعاريفها. اللي راح أسويه هو أني أربط، أوكي، هذا الحقل ويا هذا الحقل. راح تصير عندي عبارة، أوكي، هاي العبارة راح أربطها ويا هذا الحقل. هذا الحقل هو تعاريف للعبارة.
يلا خلينا نشوف أولا child ربطتها مع labor. child labor بمعنى عمالة الأطفال. ويا من رح أربطها؟ رح أربطها مع when children work and don't go to school. عندما يعمل الأطفال ولا يذهب إلى المدرسة. هذا معناته child labor، عمالة الأطفال. زين، خلينا ننتقل إلى two. health care. health care هو العناية الصحية أو التأمين الصحي. رح أربطها مع two. doctors medicine and hospitals تشمل الأطباء والعلاج والمستشفيات. 3. natural disasters هي الكوارث الطبيعية. ويا من راح نربطها مع أي تعريف؟ floods earthquakes و droughts. floods فيضانات، earthquakes الهزات الأرضية، و droughts هو الجفاف. take an exam. take an exam يعني يمتحن أو يأخذ امتحان. رح نربطها مع being tested on what you have learned، يعني تمتحن بشي اللي تعلمته. 5. write a report كتابة تقرير describing what you have found out in an essay هو وصف إلى شي اللي find out اللي اكتشفته بالمقالة. رح ننتقل إلى F. complete the sentences with words from the books. أكمل الـ sentences الجمل مع الكلمات الموجودة في الحقل. رح نقرأ الكلمات ونترجمها. land يقرض أو يعير. borrow استعير. borrow land اثنينات وحدة بعكس اللغة. borrow بمعنى يعني يستعير هذا الشيء. lend يعير يعني هو ينطي هذا الشيء. borrow هو يأخذ هذا الشيء لكن lend هو يعطي. زين. calculators حاسبة. rehearse بمعنى يتمرن. write يكتب. وسنور يشخر. number one actors need to rehearse الممثلين يحتاجون إلى تمرين for weeks before they make a film لأسابيع قبل أن make film قبل أن يعملوا الفيلم. number two I can't sleep in the same room as my brother لا أستطيع أن أنام في نفس الغرفة مثل أخي because he snores very loudly لأنه snores يعني يشخر very loudly يعني بصوت عالي. 3. can you lend me your book when you have finished هل بإمكانك أن lend تقرضني أو تعيرني الكتاب مالتك when you have finished عندما تكمله لما تخلصه الكتاب. I'll give it back to you next week سوف أعيده لك الأسبوع المقبل. 4. I'm going to write a report أنا سوف أكتب تقرير on desert animals لحيوانات الصحراء. 4. my science class science بمعنى صف العلوم. 5. Do you want to borrow my umbrella? هل تريد أن borrow أن تستعير الأمبرولا الشمسية؟ It's raining إنها تمطر. إذن borrow هو استعارة. 6. Can you use calculators in this exam? هل بإمكان استخدام الحاسبة في الإجزام؟ شوف الحاسبة هنا مو الكمبيوتر، أوكي؟ لا الحاسبة اللي نسوي بها الرياضيات، أوكي؟ مثلا نجمع نطرح، أوكي؟ In this exam بهذا الامتحان or we have
to do the maths in our heads. أو علينا أن نقوم بالرياضيات في heads في رؤوسنا. يعني نسوي العملية الرياضية وين برأسنا. يعني مو بالكالكوليترز بالحاسبة. إذا هذا كان حل التمرين. وأيضا هذه كانت آخر صفحة بكتاب الأكتيفيتي بوك اليونت 2 الوحدة الثانية. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا على المتابعة وانتظروني في درس جديد. لا تنسون تشتركون بالقناة وتركون كومنت ولايك إذا عجبكم الفيديو. إلى اللقاء.